حضراتكم من جديد ونبدأ معاكم سريعا ونروح لفقرة أغلفة الصحف العالمية كالعادة، ونبدأ مع حضراتكم من إنجلترا ونروح للصحف الإنجليزية، والبداية من تيليجراف الإنجليزية ونشوف كاتبة إيه وإيه اللي موجود على الغلاف الرئيسي للصحيفة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم على روز لاعب توتنهام بيخرج عن صمته بعد الإساءة العنصرية الصادمة، وبيقول إنه لا يطيق الانتظار حتى يتخلى عن كرة القدم. العنصرية شبح في ملاعب كرة القدم العالمية، زي ما عندهم إيجابيات عندهم سلبيات. السلبيات اللي موجودة في كرة القدم الأوروبية هي العنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء، وحاجة مش بس بالنسبة لروز، بالنسبة للسيرلينج، بالنسبة لأي لاعب موجود. ماني طبعا بنتكلم على أي لاعب عنده أو صاحب بشرة سمراء في الملاعب الأوروبية دايما دايما بيواجه مشكلة العنصرية، اللي لابد من تدخل الاتحاد الدولي، مش الاتحاد الأوروبي ولا رابطة المحترفين الإنجليزية، علشان يواجهوا بسرعة موضوع العنصرية اللي بيهدد وجود لاعبة أصحاب بشرة سمراء في الملاعب الأوروبية. نروح للميرر الإنجليزية وأكيد بتتكلم في نفس الموضوع على روز نجم السبيرس، وزي ما حضراتكم شايفين يعني العنوان الرئيسي روز انتهت من عالم كرة القدم، نجم السبيرز وانجلترا بعد الأيام المتبقية له حتى يتوقف عن لعب الرياضة بعد ما فشلت في حماية اللاعبين الأفارقة. يورجن كلوب أستطيع رؤية السيتي يحققون الرباعية ومع ذلك لن ينتصروا علينا. تصريح متناقض من يورجن كلوب، إزاي بيقول أنا شايف أن هم بيحققوا رباعية وفي نفس الوقت هم مش هيقدروا أن هم يفوزوا علينا في الصراع على الدوري الإنجليزي. على العموم هنشوف يا يورجن كلوب مين فيكم اللي هيقدر يفوز بالدوري الإنجليزي، هل يورجن كلوب ولا بيب جوارديولا؟ نروح لجريدة ذا صن الإنجليزية ونفس الكلام وكلام على داني روز، إنه مش قادر يستنى حتى يعتزل كرة القدم بعد جحيم العنصرية. روز طبعا بيقول إنه نال الكفاية من الإساءة. تصريحات يا جماعة قوية جدا جدا جدا، عمر ما في حد هيحسها ولا هيقدر ان هو يبقى عايش الاجواء غير اللي هيحس بيها جوه الملعب من هتاف موجود من 40,000 او 50,000 متفرج دايما بينتقدوا اللاعب صاحب البشره السمراء، ودايما هتافات عنصريه علشان يخرجوا اللاعب عن شعوره وعن تركيزه جوه الملعب. ومحادثات في مانشستر يونايتد لزياده راتب بوجبا ل 500,000 باوند في الاسبوع علشان يكون يعني مرتبه الشهري 2 مليون باوند. بنتكلم في ارقام كبيره جدا جدا في عالم كره القدم في عام 2019. نروح للديلي ميل الانجليزيه ونفس الكلام، بتتكلم على روز، واضح ان في اجماع الصحافه بدات تركز في موضوع العنصريه وحابه ان هي يكون في تدخل علشان توصل نقطه او حاجه معينه للاتحاد الدولي ولرابطه المحترفين الانجليزيه. روز طبعا بيقول انا ايضا لا استطيع الانتظار حتى اعتزل بسبب العنصريه، والاتحاد الانجليزي في حركه حظر لويست هام بسبب الوكلاء، موضوع الوكلاء ايضا والتعاقدات مع لاعبين تحت 18 سنه ده بيهدد كره القدم العالميه. انا نفسي اعرف هم ليه الانديه بتعمل كده، ان هم مش قادرين يصبروا او مش قادرين ان هم يعني يضعوا بعض الحلول للتعاقد مع لعيبه تحت 18 سنه بدون التعرض الى المساءله القانونيه. اكيد ليها شيء قانوني واكيد الانديه واعيه جدا جدا، عمر ما النادي هيمشي ورا وكيل، كمان الانديه الانجليزيه اكثر الانديه حرصا على تنفيذ اللوائح والقوانين. ديري ستار الانجليزيه وايضا تتكلم على روز، انه بيقول الاساءه كثيره وانا اريد فقط الاعتزال. زي ما حضراتكم شايفين الراجل موجود على كل الصحف البريطانيه والانجليزيه وبيتكلموا في موضوع واحد فقط، هو موضوع العنصريه اللي لابد ان يتم بطرها من طبعا في عالم كره القدم مش بس الانجليزيه، لازم يتم البتر التام للعنصريه في ملاعب كره القدم في العالم كله مش بس في انجلترا. اخيرا في انجلترا الديلي اكسبرس بتقول روز لا يستطيع الانتظار حتى وقت الاعتزال، ويورجن كلوب نستطيع التغلب على السيتي، وتوتنهام بامكانهم الوصول لقمه الدوري ولكن في صنع الملايين. صنع الملايين ده والتصريح ده يعني عشان بس حضراتكم تكونوا عارفينه، عشان هو تصريح غريب جدا والصحافه دايما
يعني بيكون ليها بعض كده الكلام اللي بيكون ما بين السطور، ان توتنهام مميز في بيع لعبته ومميز في حصد الفلوس والملايين. وبيقولوا ان طبعا زي ما احنا عارفين توتنهام في السنوات الاخيره باع جارث بيل وباع مودريتش لفريق ريال مدريد وجانا من وراهم فلوس كتيره جدا جدا، وبالتالي هو عنده 2 لعيبه او 3 لعيبه ممكن لو اتباعوا في الصيف القادم يعدوا حوالي 500-600 مليون يورو. بنتكلم في هاري كين، بنتكلم في اريكسون، بنتكلم في ديلي ألي. هنروح من انجلترا لاسبانيا ونبدا معاكم في الصحف الاسبانيه، وكالعاده هنروح ونبدا مع حضراتكم في جريده الماركا ونشوف الماركا الاسبانيه كاتبه ايه. تصريح لجوتي نجم ريال وكابتن الريال واحد من اساطير ريال مدريد وايضا ابناء فريق ريال مدريد، بيقول ريال مدريد لن يواجه ازمات في التعاقدات. وجوتي ايضا قال النادي الملكي بيعرف انه يجب تغيير بعض الاشياء وسوف يفعل ذلك، والعوده الى ريال مدريد لابد من تقديم انجاز. طبعا بيتكلموا على عوده جوتي للريال. ممكن اقول لحضراتكم ان كان ممكن جوتي يكون موجود لو زيدان ما رجعش في الوقت الحالي، لكن بعد رجوع زيدان اعتقد صعب جدا ان جوتي يكون موجود في ريال مدريد. اي طبعا الصحافه الاسبانيه ماركا بتقول بول بوجبا تفاوض مع مانشستر يونايتد واخبرهم برغبته في الرحيل. هنشوف بوجبا ولا مانشستر مين فيهم اللي هيقدر ينتصر، هل بوجبا هيتم اقناعه بالتجديد وزياده راتبه من 300,000 الى 500,000 باوند اسبوعيا ولا لا. نروح من ماركا الى موندو ديبورتيفو والعنوان الابرز نبض الميركاتو. الميركاتو بدا بدري جدا جدا في اسبانيا. برشلونه يتقدم فيما يخص الانتدابات لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل. دي ليخت يقترب وامكانيه ضم جريزمان تزداد، والظهير الايسر ما زال معلقا اما يوفيتش، وبتتكلم ايضا على يوفيتش يبتعد بعد الكلام اللي صرحه وقال انه كان مشجع لريال مدريد في الصغر، وكلام كتير بنسمعه عن كل لاعب بايه بتكون انتماءاته بعد ما بنلاقي مفاوضات مع نادي معين. شفنا اليكسيس سانشيز لما كان بيلعب في ارسنال وراح لمانشستر يونايتد قال ان انا وانا صغير كنت بحب اتفرج على مانشستر، ولما انتقد من برشلونه لارسنال قال انا كنت بحب ارسنال جدا، ولما كان موجود انتقد من اودينيزي اللي هي برشلونه قال انا كنت بشجع برشلونه وانا صغير بشكل كبير. فدايما اللعيبه بيكون عندها انتماءات على حسب الانتقالات اللي طبعا بتتحكم فيها من خلال وجودهم في الانديه. نروح لاسبورت الاسبانيه ومحاكمه جريزمان. سيقوم النادي الكتالوني بمراقبه انطوان جريزمان الذي يعود لاول مره الى برشلونه بعد فيلم القرار. القرار هو اللي اتخذه انطوان جريزمان بعد بطوله كاس العالم مع فرنسا، وقال انه يرفض نادي برشلونه وهيجدد تعاقده مع نادي اتلتيكو مدريد. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل، وهل جريزمان هيكون موجود تحت ضغط ولا جمهور برشلونه هيقدر ان هو يعمل معاه لفه طيبه علشان تكون عربون محبه لانتقال جريزمان الى نادي برشلونه الموسم القادم. نروح لقصة الاسبانيه والفار يغير الليجا. الفار طبعا يعني خلى نسبه المشاهده اقل نسبه انتصارات على ملعب اصحاب الارض في تاريخ الليجا بنسبه 41%. تخيلوا حضراتكم ان بعد الفار فعلا ما بقى موجود ان اي فريق بيلعب على ملعبه قلت نسبه الانتصارات ونسبه الفوز ل 41%. يعني تخيلوا حضراتكم كانوا دايما الحكام بيتعاطفوا او دايما بيكونوا اصحاب قرار قوي او بيكونوا دايما في كفه زياده عن كفه في اللقاءات اللي صاحب الارض بيلعب فيها. يعني مثلا لو فالنسيا بيلعب فيا ريال على ملعب فالنسيا الكفه بتكون ارجح قبل تقنيه الفار ما تخش الملاعب الاسبانيه بنسبه مثلا 55-45، لكن بعد ما الفار دخل الملاعب الاسبانيه نسبه الفوز قلت لاصحاب الارض طبعا بنسبه 41%. اكتر نسبه كانت في موسم 33-34 نسبه 78%، والموسم الماضي شهدت انخفاض نسبه 47%. يعني بنتكلم حوالي النص، يعني ممكن نقول النص والنص. يعني اي واحد بيلعب على ملعبه نسبه فوزه 50% مقابل 50% للفريق الثاني. فلورنتينو بيريز يريد اقناع فاران بالتجديد والبقاء في ريال مدريد وانه هيقدم ليه عرض بمبلغ كبير. نروح للبرنابيو الاسبانيه. زيدان يريد الخطه ب او الخطه به
25 لاعب في ريال مدريد لموسم 2019 أو 2020، وهازارد وبوجبا وتوقيع واحد آخر على الأقل، يعني من هازارد وبوجبا على الأقل واحد منهم هيكون موجود، وده زي ما حضراتكم شايفين هو ده السكواد اللي زيدان وريال مدريد بيتمنوه في الموسم القادم. نروح لإيطاليا ونشوف بيتكلموا إزاي قبل المواجهة القوية جدا ما بين اليوفنتوس والميلان بكرة في الدوري الإيطالي. نبدأ معكم من توتو سبورت الإيطالية وزانيولو الحقيقة، طبعا بيتكلموا على إن هو هيجدد عقده مع روما، والنادي لو طبعا النادي طبعا إذا كان النادي هيضحي به فهناك فريقان في إيطاليا يوفنتوس وإنتر. طبعا زانيولو واحد من اللعيبة الشباب اللي قدروا يثبتوا نفسهم مع فريق روما وتألق بشكل كبير جدا جدا جدا، فلو روما مش هيعرف إن هو يحقق ويعني يكون طرف قوي في تجديد التعاقد وفي إعطاء اللاعب حقه، ففي اثنين أندية كبار جدا في إيطاليا عايزين يوقعوا مع اللاعب سواء يوفنتوس أو إنتر. وطبعا الوكيل أعمال زانيولو هو والده المتخصص في كل حاجة ليه علاقة بالتفاوض والتعاقد والكلام على الأمور المادية. وطبعا وراء الكواليس والد برناردسكي هو الذي يوجهه إلى فيورنتينا. واضح جدا الدوري الإيطالي يعني فيها هيمنة وسيطرة من أولياء الأمور على أولادهم بدل الوكلاء اللي بيفضلوا طبعا أولياء الأمور زي ما بنشوف مثلا ميسي، زي ما بنشوف رونالدينيو، زي ما بنشوف أهو زانيولو، زي ما بنشوف غيره وغيره وغيره، هم المتحكمين. نيمار والده هو وكيل أعماله، بالتالي كرة القدم العالمية الفترة الأخيرة بدأنا نشوف ابتعاد الوكلاء واقتراب أولياء الأمور أو الأبهات بشكل عام. إيكاردي وكيلة أعماله زوجته، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم الموضوع ده بقى عائلي، فعشان كده بيحصل مشاكل دايما ما بين الأندية وبين اللعيبة. نروح لكوريري ديلي سبورت الإيطالية، الجدل حول مستقبل الجوهرة الجديدة، والكلام أيضا على زانيولو وروما يريد الاحتفاظ باللاعب، ولكن إذا فشلوا في التأهل إلى دوري الأبطال فيجب تقليص حجمهم ونيكولو يذهب على السوق، وتقدر قيمته ب 50 مليون يورو مع السيتي والريال ويوفنتوس في الانتظار. أخيرا في الصحافة الإيطالية لجازيتا ديل سبورت بتقول رونالدو قريب من العودة، لكن إمتى محدش يعرف، ما كتبوش. عودة الملك إلى دوري الأبطال، دوري الأبطال أياكس، هيرجع مباراة أياكس ولا لأ لسه برضو الموضوع ما تحسمش رسمي، هل هيكون موجود من بداية اللقاء في الشوط الأول ولا هيكون موجود على مقاعد البدلاء. قبل خمس أيام من مباراة يوفنتوس ضد أياكس يزداد تفاؤل الأطباء ورونالدو متأكد من التعافي واللعب. نروح لفرنسا ونشوف فرنسا كاتبين ايه، ونبدأ معكم بالإكيب الفرنسية. وبدون شبكة ده العنوان الرئيسي في إشارة لصعوبة مواجهة مارسيليا على ملعب بوردو واللي فشل فيه تحقيق الفوز عليه ببطولة الدوري الفرنسي منذ عام 1977. مارسيليا لا بديل أمامه سوى الفوز، وإلا سيفقد مشروع دوري الأبطال واللي بيتبناه الثلاثي جاك هنري وإيرو رئيس النادي، وطبعا إندوني المدير الرياضي، طبعا اندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي السابق لفريق ريال لفريق برشلونه، ورودي جارسيا المدير الفني للنادي، وطبعا في الاعلى ابرز تصريح رئيس نادي سانت تيان طبعا رولان رومار بعنوان انا قلق، طبعا الان من المواجهه القويه جدا ما بين الفريقين. طبعا نروح لبروفونس الفرنسيه ايضا، وكتبت الصحيفه في لقاء مارسيليا وبوردو بعنوان الان او ابدا في محاوله تحفيز لاعبي مارسيليا لتحقيق اول فوز في ملعب بوردو من عام او من 41 عام. نروح للصحف الالمانيه ونبدا مع حضراتكم في بيلد، وانيس يضغط كوفاتش، وذلك في اشاره لتصريحات اولي انيس رئيس نادي بايرن ميونخ واللي اكد فيها انه لا بديل عن الفوز امام دورتموند ليشكل ضغط على المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش. واخيرا نروح لفاز الالمانيه، والصحيفه بتؤكد ان الجميع بالمانيا في انتظار المواجهه المرتقبه ما بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند واللي هتحدد بنسبه كبيره هويه الفائز بلقب البوندز ليجا هذا الموسم. خلصنا مع حضراتكم اخبار الصحف العالميه، تعالوا نروح لاخبار او نروح معاكم للقاءات بكره ان شاء الله واللي هتبدا من النهارده في الدوري الانجليزي، سواء بداية بمباراة ليفربول وساوثهامبتون، لكن هنبدأ مع حضراتكم أبرز المواجهات
طيب هنروح اولا للترتيب عشان نفكر حضراتكم بترتيب الجدول سواء في انجلترا او في اسبانيا او في ايطاليا. نروح للدوري الانجليزي ومانشستر سيتي في المركز الاول ب 76 نقطه، يليه نادي ليفربول ب اعتقد يعني لا طبعا سيتي بيتفوق على ليفربول بنقطه واحده، لكن هنشوف النهارده ليفربول هيقدر ان هو يرجع تاني ولا لا. توتنهام في المركز الثالث ب 64 نقطة، أرسنال في المركز الرابع ب 63 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس ب 61 نقطة. نروح للدوري الأسباني. برشلونة في المركز الأول ب 70 نقطة، أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 62 نقطة، ريال مدريد في المركز الثالث ب 57 نقطة، أما ختافي في المركز الرابع ب 47 نقطة، وأشبيلية في المركز الخامس ب 46 نقطة. طيب نروح للدوري الإيطالي، ويوفنتوس في الصدارة ب 81 نقطة، نابولي في المركز الثاني ب 63 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثالث ب 56 نقطة، وميلان في المركز الرابع ب 52 نقطة، وأخيرا أتلانتا في المركز الخامس ب 51 نقطة. دوري الإنجليزي هنقول لحضراتكم تاني بالترتيب الصحيح، هقوله لحضراتكم دلوقتي. مانشستر سيتي في المركز الأول 80 نقطة، ليفربول في المركز الثاني ب 79 نقطة، وتوتنهام هوتسبيرز ب 64 نقطة، وأرسنال في المركز الرابع ب 63 نقطة، وتشيلسي في المركز الخامس 63 نقطة. هنروح لأبرز المواجهات في الدوري الإنجليزي، والبداية من الدوري الإنجليزي وساوثهامبتون وليفربول الساعة 9 النهاردة إن شاء الله. بكرة في مواجهات نيوكاسل وكريستال بالاس وإيفرتون وأرسنال، وطبعا تشيلسي وويست هام يونايتد. هيكون لقاء أرسنال ولقاء تشيلسي يوم الحد إن شاء الله. بكرة في مواجهة واحدة فقط نيوكاسل و كريستال بالاس من ابرز المواجهات، والنهارده ساوثهامبتون وليفربول. نروح للدوري الاسباني، وابرز المواجهات في الدوري الاسباني. بكره ان شاء الله ريال مدريد وايبار ورايو فايكانو وفالنسيا وبرشلونه واتلتيكو مدريد الساعه 9 الا ربع بتوقيت القاهره يوم الحد. لقاء وحيد فقط بالنسبة للقاءات المهمة هو بلد الوليد أمام نادي إشبيلية. نروح للدوري الإيطالي وأبرز المواجهات في الدوري الإيطالي. يوفنتوس وميلان هيكون بكرة إن شاء الله الساعة 6 بالتوقيت القاهرة، أما اللقاء الثاني هيكون ما بين سامبدوريا وروما، ويوم الحد إنتر ميلان وأتلانتا، وأخيرا في لقاءات الدوري الإيطالي يوم الحد الساعة 8 ونص نابولي وجنوة. نرجع بقى مع حضراتكم ونروح لأخبار الكرة العالمية ونبدأ